أخبار الخامسة من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية بالعناوين: مع اقتراب موعد كأس إفريقيا للمحليين، وزير الداخلية يؤكد الجاهزية التامة لضمان إنجاح الحدث الرياضي القاري من خلال مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني. المنتخب الوطني للمحليين يواجه في هذه الأثناء بملعب براقي منتخب غانا في مباراة ودية تحضيرية لمنافسات الشان بحضور الجمهور. وفي النشرة، رصد لعمليات نقل الأنصار عبر المخطط المسطر. في الحركية الاقتصادية، تسليم أول قاطرات محلية الصنع لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات لفائدة مجمع سوناتراك. تتابعون أيضا: بحث آلية حماية الاقتصاد الوطني في صلب لقاء تنسيقي بين الجمارك والعدالة. وزير التعليم العالي يكشف عن تقليص ميادين التكوين الجامعي من 15 إلى 5 كبرى مع إدراج الذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات سنة 2023. وفي ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، مظاهرات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة وسط إصرار على النضال والصمود. المستهل بالحدث الرياضي القاري فتحسبا لشان 2022، وقف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد على الإجراءات الأمنية الاستباقية المتخذة من المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بمركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، حيث تفقد الوزير قاعات المراقبة بواسطة الفيديو والمجهزة بآخر التقنيات التكنولوجية، كما استمع إلى آخر الترتيبات التي جندتها المديرية العامة للأمن الوطني من موارد بشرية ومادية لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية التي تشهدها 4 ولايات من الوطن. اليوم رانا أكثر طمأنينة، والألعاب البطولة الإفريقية ستكون إن شاء الله في على أحسن ما يكون من خلال إذن جاهزية هذه العناصر التي ستؤطرها بالنسبة لقدوم الوفود، بالنسبة للمسالك، بالنسبة لمراكز الإيواء، مراكز يعني على مستوى الملاعب، يعني ما خلت حتى حاجة ما فيهاش تأمين. إذن نحن كلنا اطمئنان من خلال هذه الجاهزية، وهذه الزيارة سمحت لنا أن نكتشف أن هناك مراكز جد معتبرة أبهرت حتى الأجانب الذين زاروها. دائما في الحدث الكروي، والذي ستحتضنه الجزائر بداية من 13 جانفي الجاري، تجري في هذه الأثناء بملعب براقي المباراة الودية بين المنتخب الوطني للمحليين ومنتخب غانا. المباراة تجري بحضور الجمهور. ولنقل الأنصار إلى ملعب براقي، خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة الجزائر حافلات لنقل المناصرين، وهذا طيلة منافسة الشان. وللتذكير، التنقل يكون مجانا ذهابا وإيابا باستظهار تذكرة المباراة. في موضوع آخر، أشرف اليوم وزراء كل من الطاقة والصناعة والنقل بميناء بوهارون بتيبازا على عملية تسليم أول قاطرة فولاذية محلية الصنع لمرافقة رسو سفن ناقلات المحروقات إلى شركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات. القاطرة تحمل اسم تملحات بيجايا، ويبلغ طولها 14 مترا في إطار مشروع تصنيع وتسليم 3 قاطرات بحرية لفائدة فرع سوناطرا. ومن المرتقب تسليم القاطرة الثانية نهاية الثلث الأول، فيما سيتم تسليم القاطرة الثالثة نهاية الثلث الثاني من السنة الجارية. تصنيع وتسليم هذه القاطرة ذات طول 14 متر يأتي بعد الاتفاق المتواصل إليه من الطرفين لرفع كل الكوابح التي كانت تعيق تنفيذ هذا المشروع
الذي يتضمن تصنيع وتسليم 3 قاطرات بحرية، حيث من المرتقب تسليم القاطرة الثانية نهاية الثلاثي الأول، فيما سيتم تسليم القاطرة الثالثة نهاية الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفقاً لتدابير التعاقدية التي تربط الطرفين. يجدر بالذكر أن القاطرة البحرية المسلمة اليوم تتميز بنسبة إدماج عالية، ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة أكثر بالنسبة للمتبقيتين. إن هذه العملية تندرج ضمن سياسة سوناتراك المتعلقة بالترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، سياسة الحكومة التي سطرت برنامج كبيراً بالنسبة لترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني. وكذا في إطار سياسة المجمع سوناتراك الجديدة لتقوية أداة الإنتاج الوطني عن طريق دعم وتشجيع المؤسسات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة وكذا الشركات المبتكرة والناشئة. مثل هذه التجهيزات في السنوات الماضية كانت تستورد عن طريق مناقشات دولية إلى آخره، ومن الآن فصعيدا سوف تسدى كل التعليمات لعدم اللجوء إلى المناقشات الدولية والعمل مع مؤسسة إيكوريب. ففي برنامج وزارة النقل فيه بالنسبة لسنة 2023 فيه كنا في بصدد تحضير دفتر شروط لمناقشة دولية لاقتناء 3 أو 4 قاطرات البواخر، واليوم الحمد لله ما دام تنجز في الجزائر سوف يتم التنسيق مع مؤسسة إيكوريب. هذا وتعرف مشاريع بناء وصيانة سفن الصيد والترفيه بولاية جيجل قفزة نوعية من خلال ورشات مختصة في بناء وتصليح السفن الخشبية منها، وكذا السفن المصنوعة من الألياف الزجاجية، وهذا بسواعد شباب المنطقة. الروبورتاج لعبد الرحيم شمعوني. داخل هذا الميناء الواقع وسط مدينة جيجل تلعب هذه الورشات المختصة في بناء وإصلاح السفن الخشبية دورا هاما في بعث نشاط الصيد البحري وتوفير الوقت والمال لممتهني الصيد بهذه الولاية الساحلية. احنا هنايا اليوم الحمد لله في الجزائر نصنعوا السفن اللي كنا نستوردوها من قبل من الخارج، ولينا اليوم نصنعوا البواخر حتى ل 30 متر. نجبدوا البابور نكيوه مليح، نشوفوا الحطبه اللي فاسده اللي ما فاسداش، نعاودوا لها المسمار، نعاودوا لها الكلفطاج، نصبغوا كصياد. المنتوج ما شاء الله كيخدم لك من قلبه، سما ما كيضحكش حتى كيحطوها من الخارج، وهي 100% جزائريه. صناعة السفن محليا من بين التحديات التي رفعها هذا المستثمر من خلال توفير كل الخدمات لمختلف أنواع السفن، فضلا عن توفير مناصب شغل للشباب. أنا مستثمر بمئة السفن الخشبية والبوليستان، عندي 22 خدام. هذه الحرفة تورتنا ابن عن جد، رانا نديرو في المجهودات تاعنا باش نزيدو في الانتاج ونحقو الاكتفاء في مجال السفن. عندي 5 سنين وانا نخدم في هذا الشونتي وفي الحرفة هذه، والحمد لله رانا نكونو والامور راهي ماشية. احنا قاعدين نخدمو لهنا نسترزقو الحمد لله خدامين، نخدموا القوارب والسفن الفلايك صغار. مشاريع بناء السفن إحدى التطورات القوية للنهوض بقطاع الصيد البحري وتطوير الاقتصاد الوطني. في موضوع آخر، وسعيا إلى تجسيد أسس تعاون المؤسسات بين الجمارك وقطاع العدالة، انطلقت اليوم مشغل لقاء الوطني جمارك عدالة بفندق الأوراس بالعاصمة، ويهدف اللقاء إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة، وكذا البحث عن الآليات الناجعة لحماية الاقتصاد الوطني من مختلف الجرائم المتعلقة بالجانب المالي وحركة رؤوس الأموال. حضر اللقاء وزير المالية إبراهيم كسالي ووسيط الجمهورية مجيد عمور والأمين العام لوزارة العدل ورئيس الأول للمحكمة العليا وإطارات من القطاعين. أملنا كبير أن يكون هذا اللقاء المناسبة أولى تعقبها لقاءات أخرى على المستوى المحلي والمركزي
قصد تكريس تواصل دائم بين الجهازين من أجل تنسيق أفضل لمكافحة الجريمة الاقتصادية والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية. جمارك شريك فاعل في محاربة الجريمة الاقتصادية والحد منها وردعها في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، فإن التواصل الدائم بين الجهازين هو ضرورة حتمية. يجب أن تميز العلاقات بينهما عملاً بمبدأ التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على أنه تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي للأساتذة، وسيتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما. جاء هذا خلال فعاليات الندوة الوطنية للجامعات بالعاصمة. بالداري أعلن أيضا عن جملة من الإجراءات لصالح الطلبة، كاشفا أن السنة الجامعية المقبلة ستكون سنة الذكاء الاصطناعي. التغطية لإنصاف مخلفة. تقليص ميادين التكوين إلى 5 ميادين بدل 15 ميدان كانت مدرجة لتوجيه حاملي شهادات البكالوريا ليكون التخصص تدريجيا مع اعتماد منهج التعليم على المقاس، إلى جانب إنشاء مدارس عليا جديدة متخصصة واعتماد سنة 2023 سنة الذكاء الاصطناعي. هي الحصيلة المرحلية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. تخفيض عدد الميادين يعني إعطاء إمكانية للطالب خاصة في السنة الأولى لأن يتعرف عن الحياة الجامعية، وسيكون التوجيه توجيها تدريجيا، وبالتالي يكون التوجيه من الجذوع المشتركة الكبيرة هذه المتمثلة في 5 ميادين كبرى نحو الشعبة يكون ناجعا ومفيدا. كما ستتمتع الجامعة باستقلالية كاملة في إنشاء المسارات التكوينية مع التصرف حسب الحاجة في برمجة عروض جديدة، ووفقا للقرار الوزاري 1275 تم إنشاء 49 حاضنة أعمال داخل المؤسسات الجامعية وتسجيل أكثر من 270 براءة اختراع إلى غاية ديسمبر 2022. حقق من أهداف برنامج الحكومة 83.03%، وهي نسبة تفوق معيار 60%. النتيجة الثانية المهمة وهو التكفل بكل برامج الحكومة، التكفل التام والكامل 100% منذ سبتمبر 2022. كما أكد الوزير أنه قد تم فتح النقاش حول إمكانية إدراج الليسانس المزدوج في بعض التخصصات، وأنه تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي للأساتذة الذي سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة. وتحسبا لعودة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة إلى مقاعد الدراسة غدا، استفادت ولاية شلف بعملية تهيئة واسعة شملت المؤسسات التربوية ببقادير واستحداث أقسام للتدريس الرقمي، كما تشهد الولاية أيضا مشاريع حيوية. التفاصيل مع كريم الأشمط. استعدادا لعودة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية وضمن برنامج ولاية شلف الموجه لقطاع التربية، تهيئة واسعة شملت عديد المؤسسات التربوية بالولاية على غرار مؤسسات دائرة بوقادير التي تعززت بتوسعة أقسام ومشاريع أخرى تنتظر التجسيد كمجمعات مدرسية في قفزة نوعية باستحداث طرق تلقين الدروس عن طريق مدارس رقمية، والتي بلغت بالولاية 18 مدرسة رقمية. دركو على ذيك القفلة تشعل ومبادي كي نديرو مكتبتي رقمية، ومبادي ندركو على كتابة القراءة ونديرو الصفحة على مساعدتنا خير مكتب. استجابة التلاميذ كانت جيدة
من خلال هذه اللوحة الرقمية في النتائج. ولأن عجلة التنمية بولاية شلف لم تتوقف عبر بلدياتها 35، وعلى هامش اللقاءات الدورية بين المسؤول الأول بالولاية ومواطنيها، حركية واسعة عبر نقاط عدة مست مشاريع قطاعية متعددة، منها ما أنجز ومنها ما هو طور الإنجاز، شمل نقاط من بلديات دائرة بوقادير. وعدة مشاريع خاصة التدفئة المدرسية بغاز البروبان، والبرنامج متواصل في هذا الإطار. استفدنا في برنامج التكفل بمناطق الظل، بلديات دائرة بوقادير استفادت من مبلغ حوالي 1 مليار دينار جزائري اللي مست مختلف المشاريع التنموية. على غرار احنا النسبة رانا كملنا كامل العمليات المسجلة في إطار تكفل بمناطق الظل، رانا في نسبة 100%. هي مجهودات تنصب في مجملها إلى خدمة المواطن حيثما كان، ضمانا لعيش كريم له حسب الأولويات تكفلها البرامج التنموية. وللسنة الجديدة 2023 النصيب الأكبر. في النشاط الحزبي وفي ندوة تحضيرية ولائية لحركة مجتمع السلم، أكد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري على أهمية عملية لجان في التحضير للمؤتمر الثامن للحركة، داعيا إلى رص الصفوف لصالح الوطن. وبالعاصمة نظم حزب تجمع أمل الجزائر ندوة اقتصادية بعنوان من أجل اقتصاد مستقر ومستدام، حيث أكدت رئيسة الحزب فاطمة زهراء الزرواطي على أهمية الندوات للتوصل إلى أفكار بناءة في سياق بناء اقتصاد مستدام. اختتمت اليوم فعالية الأيام التكوينية للدراسة الوطنية لمساعدات التدريب بالمخيم الدولي للكشافة بسيدي فرج بمشاركة من تونس وفلسطين. البرنامج التكويني يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة للكشافة الإسلامية. أننا سوف نعطي يعني دفعة جديدة وجرعة أخرى للعمل التدريبي على المستوى الوطني بقائدات مؤهلات بإمكانهن أن يقودن العملية التدريبية، وخاصة أن الجزائر انضمت مؤخرا إلى المنظمة العالمية للمرشدات، فهذه كذلك خطوة أخرى لتدعيم هذا العمل وهذا المجال النسوي الذي نسعى لترقيته وإعطائه المستوى الذي يليق به على المستوى الوطني. دوليا، وفي فلسطين المحتلة، يحيي اليوم الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني تخليدا لأرواح الشهداء الذين قدموا النفس والنفيس. وبهذه المناسبة التي تصادف 7 جانفي من كل عام، يستذكر الشعب الفلسطيني شهداءه الذين ارتقوا في مسيرة النضال الوطني الطويل في جميع المواقع، والشهداء الذين ما يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم وسط مطالب فلسطينية بتسليمها لأهاليهم لإكرام مثواهم. ويحيي الفلسطينيون الذكرى وسط تصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. ختام النشرة مشاهدين من عناب، التي تتهيأ لاحتضان جانبا من المحفل الكروي الإفريقي بمؤهلاتها السياحية والثقافية على غرار المدينة القديمة بونا، وجهة للفرجة والسياحة. جولة لبونا مع رضا برمسي. بقلب مدينة عنابة يجثم الحي العتيق بلاس دارم شاهدا على تاريخ 11 قرنا، ولا يزال عبق الأصالة متأصلا متجذرا بهذا المكان. هذه المدينة القديمة تاعنا، ولا عيطوا احنا كيما قلت لكم بلاس دارم، ولا في اسمها تما كان عيطوا لها بونا الحديثة. هي مدينة كان فيها أكثر من 30 معلم إسلامي، من بيناتهم مسجد الباي ومسجد أبو مروان الشريف. هذا مسجد أبو مروان الشريف يعتبر ثالث أقدم مسجد بشمال إفريقيا. في هذا الشارع الباهي ينقلك المكان في جزء من اللحظة إلى عالم سحيق من البساطة والهدوء، هكذا يرى زوار المكان. القعدة فيه مشرحة بزاف، وتحس فيه روح كما الحوايج اللي فيها هكا، تستريح فيها هنا، تريح، وزيد يفكرك بالمدينة القديمة. دوما دخلت من المدخل نتاع كيما نقولوا الزنقة هذه،
عجبتني الحقيقة. حسيت روحي في المدينة، فهي فيها ميلونج، حسيت الميلونج ما بين المدينة العربية عندنا في تونس وسيدي بوسعيد. أكلات تقليدية بمذاق أصيل، وقهوة الجزوة التي تحافظ على تقاليد ساكنة بلاسدارم، هي أحد أوجه ما يغريك هنا. هذا عملناه لاستقبال السياح اللي جونا من داخل الوطن ولا خارج الوطن، على خاطر عندنا مشكل كبير سواء في عنبة ولا في ولايات أخرى، تدخل لهذيك الولاية وما تلقاش الأكلة التقليدية. عندنا سياح يجونا أكثر من ولاية وحتى من خارج الوطن. حبيت أنا إنه نمثل لهم مدينة عنابة. مدينة عنابة وش فيها؟ عندنا قهوة الززوة، إنه قهوة الززوة معروفة منذ القدم. هنا قلب عنابة النابض منذ قرون، ولم يكتفي سكانه بجعله مرقدا، بل أصر الهاشمي ومن معه على أن يجعلوا الحجارة تنبض حبا لرواية أجمل القصص عن بونا. وبقصص جمال بونا نختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا وتابعتم فيه. مع اقتراب موعد كأس إفريقيا للمحليين، وزير الداخلية يؤكد الجاهزية التامة لضمان إنجاح الحدث الرياضي القاري من خلال مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني. المنتخب الوطني للمحليين يواجه في هذه الأثناء بملعب الراقي منتخب غانا في مباراة ودية تحضيرية لمنافسات الشان بحضور الجمهور. وكان لنا في النشرة رصد لعملية نقل الأنصار عبر المخطط المسطر. في الحركية الاقتصادية تابعنا تسليم أول قطرات محلية الصنع لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات لفائدة مجمع سوناطراك. بحث آلية حماية الاقتصاد الوطني في صلب لقاء تنسيقي بين الجمارك والعدل. وتابعنا وزير التعليم العالي يكشف عن تقليص ميادين التكوين الجامعي من 15 إلى 5 كبرى مع إدراج الذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات سنة 2023. في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني مظاهرات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة وسط إصرار على النضال والصمود. نشرتنا تمت مشاهدينا، تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم. السلام عليكم.